ارحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام مره تانية معانا في كل يوم في رمضان. وزي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل شيء غريب للغايه، تخفيض ميزانيه مركز البحوث الزراعيه من 70 مليون مش فقط ل 30 ولا 40 مليون، لا ل 3 مليون. يعني رقم غريب للغايه، 3 مليون يعني يعتبر لغاها تماما، من 70 مليون ل 3 مليون. كمان تخفيض الميزانيه الخاصه بمشروع تطوير الري الحقلي والثروه السمكيه من 160 مليون ل 38 مليون. كمان تخفيض ميزانية مركز بحوث الصحراء من 32 مليون ل 4 مليون، مركز بحوث الصحراء اللي احنا بنتكلم على اننا عايزين نروح الصحراء وعايزين نستصلح اراضي جديدة وعايزين نزرع وعايزين نطور الرقعة الزراعية الموجودة في مصر، فالبحوث العلمية ومركز البحوث الزراعية يتخفض بالشكل الغريب للغاية ده من 70 مليون ل 3 مليون، 3 مليون يعني مفيش. فبالتالي العلماء يعني اللي موجودين في مركز البحوث الزراعيه بيوصفوا ده ان هم هياخدوا مرتبات بدون شغل، مش هيلاقوا شغل لان 3 مليون يعني ما فيش شغل بالاحرى يعني، فبالتالي هياخدوا مرتبات على الفاضي. ده نوعا ما الغاء للبحث العلمي الزراعي الموجود في مصر. اسمحوا لي هنتكلم في القصه دي من خلال ضيوف اللي بالتاكيد مشرفيني في الاستوديو. في البدايه الدكتور جمال صيام، استاذ الاقتصاد الزراعي في كليه الزراعه جامعه القاهره، اهلا وسهلا بيك. كل عام وانت بخير. الله يخليك. كمان مشرفني الدكتور عبد الله السرور، وكيل مؤسسي نقابه علماء مصر، اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا. كل عام وانت بخير. انت في البدايه دكتور جمال، قرات ازاي؟ هو خبر يعني مفاجئ وصادم، لانه انا كنت متصور انه احنا البحث العلمي ياخد موقف او يعني وضع اعلى بكتير مما كان في السابق. يعني حضرتك ذكرت انه 400 مليون جنيه كانت في الثمانينات ميزانيه مركز البحوث الزراعيه، ده 16 معهد في حوالي 6000 او 7000 باحث دكتوراه، وفي 6 محطات في 10 معامل مركزيه، وفي 6 محطات بحوث على مستوى الجمهوريه. طب نوضح للناس ان من 400 مليون في الثمانينات ل 3 مليون 2016 بالظبط. يعني كان من ثلاث كان السنه اللي فاتت كان 70 مليون، السنه اللي قبلها كانت حوالي 110 مليون، يبقى في الثلاث سنين على بعض كده 200 مليون. فحضرتك فطبعا ده معناه انه الغاء زي ما حضرتك تفضلت في المقدمه، معناه غلق هذا المركز كليا. 3 مليون طبعا تقريبا ما فيش، يعني ما فيش حاجه. وبالتالي انا القرار هنا يعني هم العلماء هناك في المركز وصفوه انه المبلغ ده ما يكفيش رصف الشارع اللي قدام، ما يكفيش مع جهاز صغير يعني، ده مشروع البحث الصغير بيكلف 3 مليون يعني 300000 دولار يعني. كلام يعني كل معهد لو قسمت على 16 معهد كل معهد يطلع له كده ب 15000 دولار يعني. فالحقيقه ده معناه انه غلق. انا يعني مش عارف تفسير لهذا الموقف، لانه في دوله زي مصر فيها موارد قليله، في يعني ارض والميه فيها ازمه في الشكل، طبعا الميه بتقل والاراضي عندنا بيتبنى عليها. الدول اللي زي حالتنا دي لازم تعتمد على التكنولوجيا والتقدم مبني على البحث العلمي والتكنولوجيا والتطوير. من غير كده ما في يعني، ده معناه انه الزراعه ممكن معرضه لمزيد من التدهور ومزيد من يعني. طبعا ممكن خلال الحديث ممكن ادي لك امثله كتيره جدا يعني احنا ما بنعملهاش. يعني انت ممكن ترفع انتاجيه الفدان بحاجه بسيطه جدا من خلال البحوث والتطوير. خلينا نوضح للناس يعني ايه مركز البحوث الزراعيه. يعني ممكن ترفع انتاجيه الفدان بدل ما يدي مثلا 10 اردب يعمل له 15 اردب ببحث علمي بالزبط، ولقاحات جديده وامور جديده. انا هدي لك مثل صغير. الانتاجيه القمح كانت متوسط انتاجيه الفدان القمح في السبعينات يعني 6 اردب للفدان. بفضل الاصناف اللي استنبطت، الاصناف المكسيكيه طبعا جت من المكسيك والثوره الخضراء اللي كانت في الهند وكده، احنا جبنا الاصناف دي وعملوا لها اقلمه وهي بتجيب دلوقتي 18 اردب من 6 اردب. النقله دي بسبب التكنولوجيا والاصناف، من 6 اردب ل 18 اردب تكنولوجيا الاصناف، بند واحد بس من التكنولوجيا والبحوث. عندك تكنولوجيات الميه، تكنولوجيات الممارسات الزراعيه، الليزر، تسويه بالليزر، امراض الحيوان والسلالات الحيوانيه، السلالات الحيوانيه مثلا الخليط
البقر الخليط ده في انتاجيه اللبن بتاعت البقره المحليه. احنا عندنا 30% فقط من الابقار في مصر يعني خليط، والخليط ده بالتلقيح الصناعي. يعني دي مساله برضه لها علاقه بتطبيق البحوث على الواقع يعني. وطبعا في حلقه الارشاد الزراعي بيقولوا عليها الفريزيان، اللي الفريزيان بيخلطوها مع يعني التلقيح الصناعي مع البقره المحليه، بيطلعوا حاجه اسمها البقره الخليط. تمام. بتبقى بين الاثنين يعني، بيبقى انتاجيتها مش زي الفريزيان ولا الاصناف الاجنبيه او السلالات الاجنبيه، لكن بتبقى انتاجيتها ضعف البقره يعني المحليه. ودي يعني كويسه جدا يعني. فانا القمح برضو ممكن في 18 قرد ممكن ارتفع يعني، مش فقط كمان انتوا يعني او المركز بيقدر ان هو يطور في الزراعه، لكن كمان بيطور في الحيوان، فشيء غريب للغايه. هو النباتات والحيوانات. طيب دكتور عبد الله، الخبر وقع عليك ازاي؟ انا صدمه انتابتني لما شفت كده، وده ضد الدستور. يعني الدستور بيقول ان احنا علينا البحث العلمي في الدستور وصل ل1%. شايف ده ازاي؟ حاجتين. اولا البحث العلمي يحتاج الى بيئه حاضنه للبحث العلمي. هذه البيئة مش الفلوس بس، إنما أحد عناصرها، إنما من ضمن عناصرها التشريعات، المعامل، التكنولوجيا الحديثة، الاتصال بمركز التقدم العلمي، وجود عالم مؤهل، كل دي على بعض كده نعمل بيهم بحث علمي، وبالتالي دي بيئة حاضنة تطلع لي بحث علمي بعد ذلك. فالفلوس عنصر من هذه العناصر. الأمر الثاني أو الميزانيات يعني. الأمر الثاني بس يعني ترتيبها ايه في العناصر؟ لا عنصر كلها عناصر مهمه، لا مفيش واحد، هم كلهم عناصر مهمه جدا. ما هو ممكن توجد ميزانيات ولا يوجد عندي باحث جيد. بس ممكن زي بس برضه يا فندم حضرتك لو بتشوف شركات الادويه العالميه بترصد قد ايه للبحث العلمي؟ مظبوط. مليارات؟ بس مش فلوس بس، يوجد عنده باحث جيد. ما هو طبعا. طيب عشان كده بقول لك كلها تعتبر بالغه الاهميه. الامر الثاني ان تخفيض الميزانيات هو ليس حديثا. هذا الكلام ظل مستمرا لغايه العام الماضي. احنا منذ نكسة 67 توقفت كثير من المشروعات الصناعية الكبرى في مصر، وبدأت الميزانيات المخصصة للمشروعات المختلفة تقل رويدا رويدا. ده الكلام ده من سنة 67. السنة دي الامر اختلف بقى، يعني السنة دي بدأ امر مختلف وبقى واضح جدا جدا في الجامعات بما فيها من ابحاث تجري. بدأ تحرك جيد ناحية الامام، بدأ نوع من الاهتمام بالبحث العلمي حقيقة. ولو نظرت انت الى كل المشروعات الكبرى التي تدور في مصر حاليا هي معتمدة على البحث العلمي طبعا، ومعتمدة على علماء باحثين. انما هو الفرافرة اللي كان بيزورها الرئيس وفتح فيها المشروع بالظبط اساسها بحث علمي بالظبط. انما ما اشرت اليه حضرتك حول الميزانية التي تحددت في الدستور النسبة المئوية، هذا الكلام صحيح، ولكن هناك فترة 3 سنين لتحقيق هذا، وطبعا لازم الأول البلد تقف على رجليها عشان نقدر نطلع من الناتج القومي مبلغ معين نوجهه إلى التعليم وآخر إلى الصحة وآخر إلى البحث العلمي. طيب البلد تقف على رجليها، هو بالشكل ده شايفين إن البحث العلمي هامشي؟ لا، لا يمكن أن يكون هامشي. مش هيحصل تقدم. واحدة واحدة، لم يحدث تقدم في مصر بدون البحث العلمي، دي حقيقة مش عايزة مناقشة. ومن دقيقة اتفقت معاك إن كل المشروعات الضخمة التي تتم في مصر حالياً تتم بفضل البحث العلمي ويقوم كبار. لو اتكلمت في موضوع الانفاق، لو اتكلمت في مشروع المنطقه الصناعيه بتاع قناه السويس، لو اتكلمت خلاص. وبالتالي اذا هناك اهتمام بالبحث العلمي وهناك اهتمام بالعلماء. انما لما تيجي تبص بقى لظروف اقتصاديه حاله ونجد ان هناك ميزانيات تتراجع في تخصيصات معينه، يبقى هنا علامات الاستفهام التي ينبغي ان نقف عندها. طيب احنا في بنود تانية يعني، كان معانا النهارده خبر بيتكلم على مطالب في مجلس النواب بزيادة المرتبات، بزيادة الأجور الخاصة بالداخلية مثلا. يعني هنا نزود وهنا في البحث العلمي نقلل، هو مين اللي بيحط الأولويات يا فندم؟ ينبغي على مجلس النواب أن يضع في اعتباره كل هذه الأشياء على مستوى واحد، وأن يقيم الأولويات وفقا لاحتياجات كل قطاع من القطاعات. نحن جميعا متفقون على أن مصر لن تنهض أبدا ولن تتقدم إلى الأمام دون البحث العلمي، مش هيحصل. وسعاد الدكتور ضرب مثلا دلوقتي بالقمح، الله يرحمه أبو القمح، توفي منذ فترة صغيرة، ضرب مثالا بالقمح الذي نجح مركز البحوث الزراعية بأن يقفز بإنتاجياته إلى هذا المستوى العالي، وغير هذا كثير. وهناك مقولة حقيقية سمعتها من أحد وزراء الزراعة أن مركز البحوث الزراعية ممكن يأكل مصر،
يعني كلام مذهل. دي حاجات ضخمه وزير بيه ما شاء الله، محطات ومعاهد ومعامل وحاجات كتير جدا. هذا الكلام تخفيض الميزانيه ل 3 مليون ده كلام علامه استفهام. لازم اولا 3 مليون اقل من المرتبات، عشان تبقى عارف عشان كده مش هيشتغلوا. اذا مش دي هيشتغلوا ايه؟ ايوه ما انا بقول لك مش مرتباتهم، دي حاجه ثانيه. يبقى مش دي اجمالي الميزانيه. طبعا مرتباتهم بتوصل لامور ثانيه، ولكن 3 مليون ده الشغل، فبالتالي هياخدوا مرتبات على الفاضي. هنا بقى كان في احد الاساتذه اللي موجودين في المركز قال لي بالشكل ده احنا هناخد المرتبات ونقعد نلعب شطرنج. طبعا دي تبقى مصيبه، لكن لازم نبص في اعتبارنا الى اشياء يعني حصلت في المده الاخيره. لو سمحت حضرتك، الدكتور جابر نصار رئيس جامعه القاهره وهو يتحدث في التلفزيون كان عندكم هنا الدكتور جابر نصار بقليل من الاصلاح المالي والاداري في الجامعة نجح في توفير مبالغ مالية ضخمة جدا، وجه جزءا كبيرا منها إلى البحث العلمي، وهيقدر يعمل دفعة إلى الأمام. نفس هذا الكلام حصل في جامعة اسكندرية. في الشهر القادم يوجد مؤتمر دولي لتطوير البحث العلمي في جامعة طنطا. كلام موجود، فيه نهضة، فيه اهتمام بالبحث العلمي. الخبر اللي كنت بقوله لحضرتك، أوصت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب بزيادة بند الأجور بالباب الأول لموازنة وزارة الداخلية في العام المالي 2016-2017 بمبلغ قدره 1,556,200,000 جنيه، علشان طبعا زيادة الأسعار وفرق الدولار والكلام ده كله. على عيننا وعلى راسنا وزارة الداخلية ممكن ترتفع أجورها إخواتنا، وإحنا مقدرين ده، بس بنتكلم في ناحية تانية برضه. اللي بيشرع ده ما ينزلش من البحث العلمي، ما ينزلش من اكل عيشنا، يعني اكل عيشنا قايم على البحوث الزراعيه. عشان كده بقى احنا نطالب لجنه التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب في ان تنظر في هذه الميزانيات نظره واقعيه، وان تعيد الامور الى نصابها، لان البحث العلمي في حاجه الى دعم مالي كبير، وهذه المراكز في حاجه الى دعم مالي. نفس الامر البحوث التي تجري في الجامعات المختلفه، وكلنا بنتكلم حول التصنيف العلمي للجامعات في القوائم العالميه. وبالتالي نحن نطالب الدكتور جمال شيحه ولجنه التعليم في مجلس النواب بان تنظر الى هذه الامور نظره موضوعيه. طيب دكتور جمال شيحه كده هيكون هو الميزانيه والخطه وزاره التخطيط بتقدم الميزانيه، بتتقسم ميزانيه كل قطاع بتروح للجنه المختصه لتدريسها وتقول رايها فيها. فهو هجيله الميزانيه دي عشان يقول رايه فيها اذا ما كانتش جات له، وبالتالي عشان كده بنقول نطالبه بان ينظر في هذا. طيب دكتور جمال، عوده مره ثانيه لمركز البحوث الزراعيه. ممكن الناس يعني اللي ما تعرفش قوي مركز البحوث الزراعيه، ايه لازمه مركز البحوث الزراعيه؟ نفصلهم واحدة واحدة، يعني ايه مركز البحوث الزراعية وتأثيره المباشر في حياتهم ازاي؟ يعني مثلا الرز، كنا عايشين في أزمة رز الشهرين اللي فاتوا، بالتأكيد كل مواطن مصري حس بيها، وارتفاع أسعار الرز للضعف وممكن يزيد كمان. البحوث الزراعية عملت بحث من فترة ان يتزرع رز من غير جاف بالظبط، ما يستخدمش ميه كتير او ما يستهلكش ميه كتير. حتى وزير الري كان بيوصي بعدم تصدير الرز لانه احنا بنصدر ميه، فلما يتزرع رز جاف هنقدر نزرع مساحات كبيره نخش في الصحراء ونقدر نصدر، فده مؤثر بشكل كبير جدا في حياتنا. ممكن حضرتك برضو توضح للناس ازاي تاثير مركز البحوث الزراعيه؟ امثله كتيره جدا، انا هضرب امثله عمليه عشان نقرب الموضوع. زي ما حضرتك تفضلت، هناك انواع من الارز. الارز على فكره قبل كده، قبل الرز اللي موجود، كان بياخد 180 يوم، يعني 3 شهور، يعني لا 6 شهور كاملين. يعني بفضل البحوث برضو اللي اتعملت بتاع في مركز البحوث الزراعيه قللوا فتره النضج المحصول، بقى دلوقتي 120 يوم، يعني اختصر 60-40 يوم من فترة مقص المحصول في الأرض. ده وفر مية، يعني كانت بيستهلك مثلا 8000 متر مكعب مية أو بتاع، دلوقتي 6000 و5000. الرز الجاف ده في البايب لاين أو في المفروض أنه كان يتم تطويره في مركز البحوث، لكن الثلاثة مليون دي هتوقف كل حاجة. يعني الرز ممكن زي جنوب شرق آسيا ما بتعمله على سطرات، ممكن رز الجاف ممكن ما يستهلكش اكتر من 4000 متر زي الذره، مش هيبقى بقى مستهلك كثيف للميه، فبالتالي البحوث دي هتقف. طبعا هتقف كلها، ده كل ده هيقف. ده مين اللي بمصلحته بيعمل ده؟ يعني مصلحته واحد لو بيفكر كده بالعقل، الامر خارج نطاق العقل. شوف حكايه ان الفلوس فين والبتاع دي مساله على فكره. طيب انا هقول لسعادتك، اتفضل. الدوله دفعت للمزارعين القمح حوالي 3.5 مليار سمته دعم،
فرق بين الخمسة، هم استلموا 5 مليون طن، 5 مليون طن الدعم او الفرق بين السعر العالمي والسعر اللي خده المزارع هو 700 جنيه في الطن. يبقى المجمل كام الدولة دفعته؟ يعني مش دفعته، هو دفعته على الورق يعني 3.5 مليار كدعم لسعر اسعار القمح. سعادتك تمام، بدل ما تدعم السعر ده هوت ممكن تعمم التقاوي المعتمده اللي بتنتجها وزاره الزراعه. الفرق بين التقاوي المعتمده من التقاوي اللي الراجل الفلاح بيعملها من السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت 3.5 ردب للفدان. الناس بتوع المعاصيل بيقولوا كده 3 ردب للفدان. فشوف حضرتك في 3 مليون فدان هتجيب 1.5 مليون طن. الدوله ما عندهاش الاجبار اللي تجبر بيه المزارع ان هو يزرع من مش اجبار، هو المزارع ما عندوش فلوس يدفع 200 جنيه يجيب اللي هي المعتمده دي من وزاره الزراعه. فبيعمل تقاوي من السنه اللي فاتت عنده من بتاع، مش هكلف على جنب، مش هكلفه اي حاجه. انا شايف انه الدوله توزعها بالمجان على هتكلفه 500 600 مليون جنيه التقاوي، تعميم 100% التقاوي معتمدة على جميع المساحة اللي هي 3 مليون فدان. هتجيب 1.5 مليون طن زيادة، هتزود الاكتفاء الذاتي من القمح، وفي الوقت نفسه المزارع هيستفيد، بدل 18 دب هيجيله 21 دب كمتوسط، هيستفيد كل الأطراف مستفيدة من هذه العملية. وميزانية الدولة مش هتشيل 3.5 مليار، هتحطها في دعم التقاوي المعتمد. طب خلينا بكل صراحه يا فندم، كان معانا برضو احد النواب من قبل واحنا بنطرح الموضوع ده، وكان بيقول لنا ان لجنه الخطه والموازنه واحد القائمين او اللي جم من وزاره التخطيط كان بيفسر القرار ده بان من الممكن ان هم في الفتره اللي جايه المراكز، مركز البحوث الزراعيه يجيب تمويل من نفسه، هو يصرف على نفسه. لا طبعا، ده تحويل مركز البحوث الزراعيه الى وحده تجاريه تخدم رجال الاعمال فقط لا غير، ولا تخدم الامن الغذائي والفلاح الفقير وامن قومي طبعا. لانه مين اللي هيروح ياجر الدكتور في او وحده يعني مركز البحوث الزراعيه يقول لهم اعملوا لي كذا؟ الناس بيزرعوا خضر وفاكهه بقى وللتصدير، انما الامن الغذائي لا، في مسؤوليه للدوله هنا، حاجه اسمها البحث هنا من مسؤولية الدولة، من الإنفاق العام للدولة، ولازم يعني اللي هي بحوث اللي تتعلق بالأمن الغذائي، بالقمح، بالذرة، بالأعلاف، بالحيوانات، اللي هي 80-90% من المزارعين يهمهم هذا الأمر. وبالتالي البحوث دي المزارع كده بيواجه أمراض في الحيوانات، بيواجه أمراض في النباتات، بيواجه امراض في الميه، ومش هيواجه المفروض انه في الارشاد الزراعي برضو مفقود، يعني راقب بالمره، يعني مفيش ارشاد زراعي بينه وبينك، يعني فقط دوره اللي هي الحلقه الوصل بين البحوث اللي هي مش موجوده والمزارع مش موجوده اصلا. طب عبد الله، حضرتك مؤمن بنظريه المؤامره؟ يعني ممكن اللي حصل ده يبقى فيه نظريه مؤامره لتدمير البحث الزراعي في مصر؟ لا، أنا مؤمن بأن دي خيبة إدارية. خيبة؟ تعال نتفق أصلا، ما ممكن تكون مؤامرة، يعني خيبة إدارية أن احنا على نفسنا، يعني من الممكن أي خيبة بيننا بالظبط، مش عايز أوصل بالغباء، من الممكن أن هو يجي على نفسه أكتر من المؤامرة. لا، شوف، هو على الرغم من أن الدولة تتحمل أعباء ثقيلة في المرحلة الحالية وكثيرة، مفيش شك في هذا، إنما لابد أن تنتبه الدولة إلى أن البحث العلمي بالغ الأهمية والخطورة، بحيث لا يمكن التفريط في مركزه المتقدم في اهتمامات الدولة. لازم يبقى له المركز المتقدم في اهتمامات الدولة. المثال العملي حصل وأدركه السيد رئيس الجمهورية في المشروعات الأخرى العديدة التي يتابعها، فهو مؤمن تماما بخيبة وأهمية البحث العلمي والعلماء، واعتمد عليهم وجابهم من كل حتة، وهم اللي عملوه الكلام ده كله. وبالتالي وفي الفرافرة بيجي المايه منين؟ بيجي من النيل؟ لا طبعا مش من النيل، لازم بيجي من بحوث المايه اللي موجوده في المكان ده، مياه جوفيه.
يبقى لازم هذا المنحة يكون واسعا وشاملا لكافة المرافق بحيث يمكن أن يؤدي البحث العلمي نتيجة إيجابية، لأن المشكلة مش بحث بس، لابد أن يتحول إلى منتج نهائي في الآخر يعود بفائدة إيجابية على المجتمع. وبالتالي القصة مش بحوث، لأن احنا في حاجات كتير عندنا بحوث محطوطة على رفوف لم تتحول إلى أشياء عملية في حياتنا. المطلوب هذا أن تؤمن الدولة بأن البحث العلمي لابد أن يكون له مركز متقدم، سواء في الميزانية، سواء في الاهتمام السياسي، سواء في التعامل الإداري، سواء في تعديلات القوانين. ما في قوانين كتيرة جدا مكبلة ومعيقة للبحث العلمي. يعني لا تستطيع الجامعة التي تبتكر شيئا أن تنتجه. تخيل، القانون يمنع، قانون تنظيم الجامعات يمنع، وبالتالي لا يستطيع أن ينتجه. في أشياء كتير. واحدة واحدة. إزاي يا فندم؟ يعني احد اساتذه لسه كان عندك بيضرب المثل ده، الدكتور جابر نصار، لو ان احد الاساتذه توصل الى ابتكار معين، لحد هنا متشكرين، لكن لا يستطيع ان ينتجه ليقدمه الى المجتمع، يبقى مصروفه بعد كده الجامعات يمنعه، لانه كده دخل في عمل تجاري، ده موضوع تاني. وبالتالي مطلوب تعديلات تشريعيه كتير عشان ينطلق البحث العلمي من قيوده. انا عايز بس ما سيبهاش مصيره ان هو يتفق مع شركه خارجيه تعمله ولا يطلع على الرف. ايوه، ما هو لازم يتفق مع شركه. مين اللي يتفق مع شركه خارجيه؟ ده هو عمله في معامل الجامعه، وهو استاذ جامعه وشغال جوه الجامعه، وانتجه باسم الجامعه ونشره في بحث علمي عليه اسم الجامعه، يقدرش يروح يديه لشركه خارجيه. الجامعه لازم تعمل هذا الكلام بقى، والجامعه ما تقدرش تعمل هذا القانون. روتين الجامعه طبعا هيتحط على الرف طبعا، فهينضم لل، وعندنا من ده كتير قوي. لا، قانون حق الملكيه الفكريه لازم يعني بيراعي النقطه دي. يعني التطوير بقى، يعني في مراحل بحث بتوصل لبراية الاختراع، تطوير هذا البحث لينتقل الى الواقع العملي. دي قصه تجاريه بقى، بتعاقد بقى بين الاطراف المعنيين. يعني الحكومه ممكن تتعاقد مع مركز البحوث الزراعيه، حتى الحكومه يعني ممكن تتعاقد وتدي يعني زي رجل الاعمال ما بيتعاقد مع مركز البحوث، بيقول لهم انا عندي مشكله كذا، بيحلوا له المشكله. طيب خليه برضو استوضح من خبرة حضراتكم، يمكن انا الصورة بعيد عني وحضراتكم اكثر مني خبرة في هذا الامر. مثل الزراعية لما تنخفض الميزانية من 400 مليون ل 3 مليون مع الاخذ في الاعتبار طبعا الدولار، يعني 3 مليون 400 مليون في وقت الدولار كان يعني حنين، دلوقتي 3 مليون وما فيش في اعتبر 3 مليون، يعني ما فيش اصلا ميزانية. فبالتالي هل في شيء تاني غايب عننا؟ هل في مكان تاني غير مركز البحوث الزراعية مختص بان هو يطور في المحاصيل، يمكن يكون افضل من المركز ده؟ لو ما هيقفلوه هيطوروا التاني، ولا مفيش؟ لا مفيش. ده اجابة محبطة بكل يعني صراحة، يعني مفيش بديل غير انه البحوث الزراعية. يعني فيه مصدرين للتكنولوجيا، مصدر مستورد اللي هو بيجيب الاصناف او التقاوي الاجنبيه، بيجيبوها من قريب مننا يعني كده مطوره بره، وتهريب حتى يعني، وبيشتغلوا بيها. ده وفيه بتستورد تكنولوجيا بطريقه شرعيه، وبيحصل لها اقلمه في مركز البحوث، وبتقعد 3 سنين لغايه اقلمه عشان تبقى مناسبه للمكان بتاعها، عشان تبقى الظروف في مصر يعني. تمام. ده أقلمة البحوث التكنولوجيا المستوردة في مركز البحوث برضه. وفي المصدر التاني الأساسي بقى، اللي هو التكنولوجيا اللي هي محلية، اللي قايمة على بحوث مركز البحوث الزراعية. في طبعا في شعبة، في مركز قومي للبحوث، في حاجة اسمها شعبة الزراعية، دول شغالين لسه. مش عارف وزير الزراعة كان رأيه ايه في اللي حصل ده؟ وزير الزراعة؟ وزير الزراعة والله ما اعرفش، بس اكيد محبط يعني. لا بس وزارة الزراعة مسؤولة عن التمويل، وزارة الزراعة عندها امكانيات كبيرة قوي اللي ممكن تقدم منها تمويل. لا، تمويل لوزارة الزراعة؟ عندها حاجات كتير قوي. من ايه؟ زي ايه يعني؟ اهو ده يكفي قضايا الفساد كلها طالعة منين؟ هي هتبيع الأرض وتجيب. لا ما تبيعش، لا عندها بيه موارد كتير. يعني مثلا الزراعة بالشكل ده احنا ممكن نكون فتحنا يعني طرق لينا. هل ممكن وزارة التخطيط منعت الفلوس عن مركز البحوث الزراعية عشان وزارة الزراعة غنية، فبالتالي ممكن هي اللي تدعم؟ يا بيه ده فرع من افرع الميزانيه، هناك افرع اخرى. ده فرع من الافرع. لا وضح لنا يا فندم عشان مش فاهمين. يعني الميزانيه المخصصه للبحوث الزراعيه، هذه في جزء لمركز البحوث الزراعيه، في ميزانيه طالعه لوزاره الزراعه، في ميزانيه طالعه لمركز كذا، لمركز كذا. وزاره الزراعه نفسها من الوزارات الغنيه جدا في مصر، وبالتالي عندها موارد كتير قوي.
تستطيع ان تدعم هذا الكلام وتقدمه. يعني ممكن تدعم مركز البحوث الزراعيه، زائد ان الوزير مسؤول عن انه يروح الى التخطيط وغير التخطيط عشان يجيب ميزانيه للمركز. الوزير هو المسؤول، مين تاني هيروح يحارب؟ يعني بالشكل ده العلماء الافاضل اللي موجودين في مركز البحوث الزراعيه مش هيلعبوا شطرنج ولا لا. هيحلوا كلمات متقاطعه ان شاء الله. لا بلسانهم هم اللي قالوا كده. لا ان شاء الله، لا باذن الله. لا انا طبعا مساله مش بالبساطه يا دكتور عبد الله. متهيألي وزاره الزراعه لا عندها اراضي وبتاع صحيح، لكن لا تملك هذه الاراضي، وحتى لو اتباعت هذه الاراضي في لجنه برئاسه المهندس ابراهيم محلب بتشوف المخالفات في الاراضي وتمنها بيروح للميزانيه، المزادات والحاجات دي بتروح للميزانيه العامه لميزانيه الدوله، مش بيخش في ميزانيه وزاره الزراعه. طبعا في ميزانيه لديوان عام الوزاره اللي هم الناس الموظفين في الوزاره نفسهم، دول اللي هو الديوان عام الوزاره والمرتبات اللي حضرتك بتقول عليها. لكن التمويل البحوث نفسه ده لازم يجي من الميزانيه العامه، ما يجيش من يعني من مصادر اخرى، فبالتالي مش هيلاقوا. يعني انا شايف ان القرار، انا شايف ان القرار ده هيرجع الزراعه المصريه، هيرجع الزراعه المصريه سنوات الى الخلف. سنوات طبعا اكتر ما هي راجعه اصلا. طبعا يعني هي دلوقتي بتعاني من التخلف، لا فيه بحوث ولا فيه معلومات ولا فيه مؤسسات ولا تعاونيات، كل ده ولا تشريعات. التشريعات بتاعت قديمه، شغالين على تشريعات من بتاعت السبعينات. فهنا السياسه، انا عايز احط مشكله البحوث دي في اطار السياسه الزراعيه. الواحد مش متفاهم برضه، يعني الرئيس ماشي في اتجاه ويقول مليون ونص المليون فدان وعايز يطور الزراعه في مصر. نعم. ومن ناحيه تانية نلاقي الحكومه او وزاره التخطيط بتدمر البحوث الزراعيه. يعني مش بحوث زراعيه بس، ده البحوث الزراعيه وكمان مثلا مركز بحوث الصحراء. مركز بحوث الصحراء طبعا، اللي هو اساسا يعني هيدعم كلام الرئيس. على مرحلة الصحراء كلها صحراء. فاللي هو ايه ده؟ يعني لا انا شايف لا نكتفي بوضع هذا السؤال هنا في هذا الاستوديو. هذا السؤال لابد ان ينتقل الى مجلس النواب. دي الرقابه، دي ده المجلس المنوط به الرقابه على اعمال الحكومه وعلى ميزانيه وعلى كل حاجه. فهنا لازم مجلس النواب يكون واعي لهذه الحقيقه، ولجنه الزراعه ولجنه الموازنه والحاجات دي لابد ياخدوا بالهم من هذه المزه. يعني هم لما الدوله حاولت تهرب من سعر القمح المدعوم ده وعايزه تجيبه رخيص من بره، المجلس النواب انتفض ولجنه الزراعه انتفضت، وطبعا كان مطلب ان هم راحوا لرئيس الوزاره وخد قرار بانه السعر بتاع السنه اللي فاتت اللي هو 420 جنيه ويدعم المزارعين المصريين المنتجين. لازم ينتفض بنفس القدر. يعني صحيح مساله سعر القمح مش واضحه زي سعر القمح، لان ده انا دخل مباشر للقمح للفلاح، انما البحوث ما هي في الاخر هيدار بيها بشكل او باخر. والدوله هل الحكومه يا فندم مش شايفه اهميه المركز البحوث الزراعيه؟ شايفه كل البحوث موجوده على الرف فبالتالي ملوش لازمه؟ هتبقى مصيبه، ما هي دي مصيبه اكبر. يعني ما هو الحلقه اللي ما هو موجود على الرف ليه؟ لان الحلقه اللي بتوصل البحوث للمزارع مش موجوده، اللي هي الارشاد الزراعي في حاله وزاره الزراعه بالتطبيق. طيب خلينا حضراتكم توجهتوا بالكلام مباشره لمجلس النواب، بينضم لي عبر الهاتف سيد النائب ياسر عمر وكيل لجنه الخطه والموازنه في مجلس النواب. اهلا بيك يا سياده النائب، كل عام وانت بخير. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا بيك. شايف ازاي يا فندم احنا بنتكلم على القرار الخاص بتخفيض ميزانيه مركز البحوث الزراعيه مثلا من 70 مليون ل 3 مليون، وبرضه في تخفيضات تانية موجودة زي مركز بحوث الصحراء ومركز تطوير الري الحقلي والثروة السمكية؟ لا يعني الكلام ده مش مظبوط نهائي. ازاي يا فندم؟ الكلام ده مش مظبوط نهائي. ده البحوث عامة، يعني احنا البحث العلمي الميزانية بتاعته السنة دي 27 مليار. يعني حضرتك كلام بتقوله ده كلام مش منطقي نهائي. ما احنا عشان كده بنتساءل يا فندم. بس كان معانا برضو كان معانا احد النواب، انا مش متذكر الاسم، من لجنه الخطه والموازنه، وكان بيقر بالكلام ده. لا حضرتك، بالتخفيض الميزانيه البحث العلمي، موازنه البحث العلمي في 2016 2017 كانت 27 مليار. انا بتكلم على مركز 27 مليار فعلا، يعني جايه بيهم خطط
و5 مليار احنا طلبنا ان يقدموا خطه البحث بتاعتهم. انا بتكلم يا فندم على مركز البحوث الزراعيه، تخفيضه بالظبط بالرقم من 70 مليون الى 3 مليون، في الثمانينات كان 400 مليون، تم تخفيضه بعد كده الى 70 مليون والان 3 مليون. لا لا لا، مع حضرتك ده يعني اعتقد انه غلط، لان انا اخد بالك انا ما قدمش الجداول دلوقتي، بس مركز البحوث الزراعيه. طب صح يا فندم، المرتبات اللي فيه لوحديها يعني عشرات الملايين، يبقى ازاي بقى 3 مليون؟ انا دكتور جمال صيام معايا وشاهد على هذا الامر، ملناش علاقه بالمرتبات. في الثمانينات كان 400 مليون، لا انت وصل ل 70 مليون السنه دي. ميزانيه مركز بحث كامل، الميزانيه بتبقى فيها المرتبات برضه. لا ما فيهاش المرتبات. لا فيها المرتبات طبعا. مرتبات 3 مليون ازاي؟ تمويل بحوث. بحوث. اديني فرصه حضرتك، انا اكتب لك الجدول ووريه لك في الكتاب النهائي. اتفضل يا فندم. يعني الكلام ده خد بالك. الجدول مش معاك دلوقتي يا فندم؟ لا مش معايا دلوقتي طبعا، خد بالك الكلام ده مش ممكن. انا بقول لك ميزانيه الابحاث السنه دي كلها على مستوى الدوله الموازنه بتاعتهم في حدود 27 مليار جنيه، منهم 5 مستثمرين ان ايه يقدموا لنا بيهم خطط، وال22 دول مقررين فعلا، يعني طيب. 5 حاطين لهم في انا كنت اتمنى ان يكون يعني الجدول امام حضرتك دلوقتي، علشان يعني لان الكلام ده رسمي، حتى كان السيد النائب اللي كان من الخطه والموازنه اللي اتكلم معانا قال لنا ان الاستاذ اللي جالنا من وزاره التخطيط كان بيفرغ الكلام ده، وكان بيقول على الكلام ده انه ممكن المراكز دي تقدر تصرف على نفسها بنفسها. فالامر واضح. لا في جزء من الموازنه بيبقى انفاق ذاتي، بس مش بس مش بس مش مش بالارقام دي الضعيفه، ال 3 مليون دي مش موجوده نهائي. يعني انا متاكد من غير ما يكون قدام الجدول دلوقتي ان الرقم ده طيب مش موجود. طيب نبعد علشان الجدول مش موجود قدام حضرتك. طب دلوقتي ميزانيه البحث العلمي وصلت لكام دلوقتي؟ 27 مليار جنيه. 27 مليار جنيه توزيع. هل دي المطابقه للدستور يا فندم؟ دي تمثل 1% من الدستور. 1% توزيعها ازاي؟ لا توزيعتها دي كتير حضرتك، مركز الابحاث دي كتير، المركز القومي للبحوث، مركز البحوث الزراعيه، مركز بحوث وزاره الاسكان، يعني ده لا ده حاجات كتير جدا. مركز بحوث الصحراء، كل مراكز البحوث اللي على مستوى الجمهوريه. طيب اتمنى ان حضرتك تاكد لنا على الخبر ده، لان احنا واثقين من هذا الخبر وزعناه قبل كده، وكان معانا من يعني لو أفضل. البرنامج بتاعك مطول شويه انا لا خلاص يعني يا ريت لو في الخمس دقايق الجايين اتمنى اديني فرصه ارد على حضرتك على طول فيه. اتمنى يا فندم. بشكرك شكرا جزيلا سياده النائب ياسر عمر وكيل لجنه الخطه والموازنه في مجلس النواب المصري. على البحث العلمي في مصر كلها ان هو 1% ده طبقا للدستور، طبعا احنا بنشوف ان 1% قليل بس احسن من اللي كان قبل كده. ايوه يعني في تطوير. أيوه. فدي امر ايجابي احنا بنبصم وبنشهد عليه، ولكن البحوث الزراعيه مهمه للغايه. عموما لن يكون التطوير بالاموال فقط والميزانيات فقط. انا قلت لك لابد من بيئه حاضنه للبحث العلمي. والبيئه مطلوب تعديل، لان لا تصلح. لا تصلح. مطلوب تعديل في التشريعات، مطلوب تنميه قدرات الباحثين ومتابعه انتاجهم، مطلوب الاهتمام بالتطبيقات العمليه، مطلوب حاجات كتير قوي على بعضها كده تجعلنا نستفيد من البحث العلمي. اما ان نتحدث عن الميزانيات فقط فانا قلت لحضرتك ان هذا جزء من الموضوع وليس هو كل الموضوع. ولكن مهم جدا من الموضوع. جدا. ميزانيه البحث العلمي في اسرائيل وصلت جارتنا اقل الصهيوني 2.7 2.7 2.7% أيوه. من اجمالي ميزانيه الدوله. يعني يا مسهل احنا وصلنا ل 1% فيعني في الطريق ان شاء الله. لا بس 1% يا استاذ كمان، يعني انا شايف انه طب 1% في الزراعه، طب ال 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 الناتج المحلي بتاع الزراعه 350 مليار. اللي هو طيب ال 1% يعني 3 مليار ونص، 1% من ال 350 مليار. طب ما تديهم لي بقى من ال 27 مليار. لا 1% من الدخل القومي مش لا الزراعة. الدخل القومي 2.8 تريليون اللي هو 2.7 اللي هو 27 مليار. الزراعه بقى من التريليونات دي من الزراعه 12 من البحث 14% يبقى 3.5 مليار اديهم لي بقى بحوث زراعيه لقطاع الزراعه، مش كده ولا ايه؟ اذا كان الكلام ده صحيح. وده مش حاصل طبعا. ما مش حاصل طبعا. لو كان حاصل نبقى سعداء جدا، ما كناش هنعمل الحاله دي اصلا. طيب انت شايف كلامه ازاي وهو تشكيكه في الرقم اللي لا لا انا شايف ما هو ده جزء بقى من قصه المعلومات، يعني اذا كان مجلس النواب نفسه ما عندوش هذه الصوره. لجنه الخطه والموازنه. لجنه الخطه والموازنه.
يبقى مين اللي هيتكلم في الموضوع بقى؟ خلاص انا لا نراهن بقى على مجلس النواب. طيب يعني نبعد عن التخفيض الاخير. بس وصل برضو كان في تخفيض اول وده امر واقع وانتم عايشينه من 400 مليون الى 70 مليون. لا هو قبل التخفيض الاخير، هو بعد ثوره يناير ابتدت الكيرف ينزل على طول بقى من 25 يناير 2011 ابتدى الكيرف ينزل بقى في الايه ترند. يعني الثلاث سنين اللي فاتت قبل ال 70 مليون كان 110 مليون لمركز البحوث، كان قبلها برضو رقم اكبر شويه من 110 مليون. ففي ترند ناقص في خمس سنين الاخيره دي، يعني تناقص شديد جدا في ميزانيات البحوث الزراعيه. طيب دكتور عبد الله، بصفه عامه وضع العلم في مصر ووضع البحوث العلميه في مصر طبعا الزراعيه جزء منها، متفائل بيه ولا لا؟ بالنسبه لما قلت ان البيئه الحاضنه مش مناسبه، ما هو بالنسبه لما يجب في العام الاخير انا متفائل. ما كان قبل ذلك كان كل الناس بتشكو وتصرخ من تجاهل العلم والعلماء وعدم توفير ميزانيات وعدم وجود تشريعات وعدم وجود معامل عدم وجود مكتبات عدم وجود اتصال بمراكز التكنولوجيا، كل ده كنا نشكو منه. لكن حصل اهتمام فعلا في العام الاخير، في توجه واضح جدا في الجامعات، وانا بتكلم على الجامعات خصوصا، في توجه واضح جدا حول الارتقاء بالبحث العلمي والاهتمام به وزياده الانفاق عليه وتوفير الامكانيات الخاصه له. وانا ضربت لك مثالا بجامعه القاهره وجامعه اسكندريه وجامعه طنطا، وهذا حقيقي، هناك اهتمام حقيقي الان بالبحث العلمي، هناك تقدم في تصنيف الجامعات المصريه، هناك توفير جيد للامكانات، هناك توفير جيد لوسائل الاتصال التكنولوجي، هناك اتفاقات شراكه مع الجامعات العالميه، لا هناك اهتمام واضح جدا بالبحث العلمي. بتشاركوا الراي دكتور جمال؟ سريعا في لا انا شايف ان مراكز البحوث هي احنا الجامعه اساسا تدريس، يعني جزء البحثي هامشي بالنسبه للشغل. صحيح يعني متفائل ولا لا؟ لا مش متفائل، مش متفائل. لا بس انا في ضوء الميزانيات دي، في ضوء الميزانيات دي انا ما وافقش على النسبه اللي قالها ساعه البي، بس حكايه ان البحث العلمي في الجامعات هامشي، لا البحث العلمي المنشور من الجامعات اكثر من 70% من اجمالي البحث العلمي الصادر في مصر، وبناء على اغلبيه من الابحاث العلميه طالعه من الجامعات مش من كم بحث بقى بينزل للواقع يا دكتور؟ ما هو دي مشكله بقى اتفقنا عليها. تطبيق مصر العلمي في الهواء كده مفيش اي استفاده منه، ولكن تطبيقه على ارض الواقع هي دي المشكله في البيئات الحاضنه كنا بنتكلم عنها، كيف نطبقها؟ فبالتالي المنظومه دي مش موجوده. المنظومه غير موجوده، يعني كمان انت ما واحد دراعه مقطوع وانت قطعت الدرع الثاني. ما هو عايزه يشتغل تريكو. يعني ابو مصيبه الكلام غير واقعي. طيب دكتور جمال صيام استاذ الاقتصاد الزراعي بكليه الزراعه جامعه القاهره، بشكرك يا فندم شرفتني. كمان الدكتور عبد الله سرور وكيل مؤسسي نقابه علماء مصر، بشكرك يا فندم شكرا جزيلا وكل عام وانتم بخير. شكرا فندم. كمان الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، بشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعه، دي تحياتي كمان ماضي في امان الله.